قناة رسام الفنون الجميلة تقدم فيديو اسم الله الولي. اسم الله الولي من أسماء الله الحسنى. اسم الله الولي، الولي المالك المتصرف فيها بمشيئته وحكمته، ينفذ فيها أمره ويجري عليها حكمه. مشتق من الولاية، والولاية علم وقدرة وملك وتصرف وتدبير وخبرة. وردت كلمة ولي في القرآن الكريم 21 مرة في 15 سورة من سور القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة الآية 107. وقوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة الآية 120. وقوله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة الآية 257. وقوله سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. سورة آل عمران الآية 68. وقوله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. سورة الأنعام الآية 51. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سورة التوبة الآية 116. وقوله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. سورة الرعد الآية 37. وقوله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. سورة الإسراء الآية 111. وقوله سبحانه وتعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. سورة الكهف الآية 26. وقوله سبحانه وتعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سورة العنكبوت الآية 22. وقوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. سورة السجدة الآية 4. وقوله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سورة فصلت الآية 34. وقوله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. سورة الشورى الآية 8. وقوله سبحانه وتعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سورة الشورى الآية 31. وقوله سبحانه وتعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. سورة الشورى الآية 44. وقوله سبحانه وتعالى إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. سورة الجاسية الآية 19. وفي نهاية هذا الفيديو أرجو عمل لايك وشير ليصل هذا الفيديو إلى أبعد مدى. الاشتراك بالقناة يشرفني ويسعدني، وأشكركم على حسن المشاهدة، وإلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى من سلسلة أسماء الله الحسنى، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.